مشاهدينا الكرام، ما زالت أعمال الجلسة الأولى للقمة العربية في دورتها 28 بمنطقة البحر الميت بالأردن مستمرة. ولمزيد من التفاصيل من هناك ينضم إلي موفد أون لايف أحمد أبو زيد. أحمد، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إلقاء كلمته في أعمال الجلسة الأولى، يعني أعقبت هذه الكلمة زيارة ثنائية بينه وبين خادم الحرمين الشريفين، وأيضا كان هناك لقاء آخر مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. حدثني عن آخر تفاصيل هذه اللقاءات الثنائية. نعم نورم، بالفعل كما ذكرت، بعد ختام الرئيس عبد الفتاح السيسي او انتهائه من كلمته التي كانت في الجلسه الافتتاحيه، توجه بعد ذلك مباشره وغادر القاعه. لم يكن السبب معلوما وقتها، لكن بعد ذلك تبين ان المغادره كانت للقاء مرتب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وبالمناسبه هذا هو ربما يصنف على انه الحدث الابرز على هامش اعمال هذه القمه. كل الوفود العربيه والاجنبيه على حد سواء التي تشارك في تغطيه اعمال هذه القمه تتساءل مباشره وباهتمام عن هذه القمه المصريه السعوديه. وبالمناسبه الحديث كان مستمر منذ يومين تقريبا عن احتمالية عقد قمة مصرية سعودية على هامش أعمال هذه القمة، وكان وزير الإعلام الأردني دائما ما يطرح عليه هذا التساؤل، ما إذا كان هناك قمة مصرية سعودية أو قمم عربية ثنائية على هامش أعمال هذه القمة، على رأسها بطبيعة الحال الأسئلة عن القمة المصرية السعودية. والرجل كان يجيب باستمرار على أن القمم الثنائية ربما لا يكون أوانها قبل موعد عقد هذه القمة الرئيسية، وبعد ذلك يمكن الحديث تباعا. بالأمس كان ليلا الحديث عن قمة مصرية سعودية مرتقبة، لكن لم يكن هناك أنباء رسمية أو مؤكدة ببيانات رسمية صادرة عن مؤسسة الرئاسة. الحديث بالأمس كان من السفير علاء يوسف عن قمة ثنائية مصرية تونسية ومصرية مغربية، مع الأخذ في الاعتبار غياب العاهل المغربي عن الحضور بشكل مفاجئ صباح هذا اليوم، فضلا عن لقائه كذلك بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. ينتظر أن يجرى هذا اللقاء بعدما ينتهي الملك عبد الله الثاني من ختام أعمال هذه القمة. إذا كانت الأحاديث مستمدة من بيانات رسمية، فلا بيانات رسمية حتى الآن صادرة عن أي من مؤسستي الرئاسة، سواء كانت الرئاسة المصرية أو الرئاسة التونسية. فضلا عن الديوان الملكي السعودي، لم تصدر بيانات رسمية تتحدث عن ما دار في هذه اللقاءات، وإن كان الأمر يبدو واضحا عن مجمل تطورات العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية ومصر وتونس في ضوء التطورات التي كانت حاصلة مؤخرا. على أي حال، الأحاديث كانت مستمدة إذن مما دار في أعمال هذه الجلسة الافتتاحية. نعم. تحدث قبل المغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تحدث كذلك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بادئا حديثه في هذه الجلسة مباشرة بعد كلمة الملك عبد الله الثاني. نعم نوران، شكرا جزيلا لك أحمد أبو زيد، موفد أونلايف. بطبيعة الحال سنتواصل معك على مدار اليوم للتعرف على آخر مستجدات أعمال القمة العربية.